داز الجلسه اليوم ومداوله باقي غنستنى سنه الحكم ديال السيد. انا يا سهام اللي كان وقع لي مشكل ديال الاغتصاب والاحتزاز وتناوب سبعه الاشخاص. انا كنت غادي نخدم مع 10 د الصباح في الديور، غادي بيه الاب ديالي. الاب ديالي جا واحد اتصال هاتفي مع واحد السيد صاحبه، حطني انا حدا مونتيسير، بقيت كنتسنى في الاب ديالي طولو ساعه وربع ساعه بحال هكاك. شويه كنتفاجئ طوموبيل بيضاء بحال شكل طاكسي وقفت حدايا، كسحب لي انا غير الناس غينزلوا من داك الطاكسي. نزل منها هاد السيد اللي هو معتقل، حط لي الجنوي على كرشي وطلعني الطوموبيل صحه، داروني وسط منهم. هما ثلاثه الناس كانوا في الطوموبيل، سمو غادي نبيع عبر الطريق. وصلنا لواحد اللوزين ديال الياجور كاين في الطريق ديال المشروع، من تما بقيت عاقله على حتى شي حاجه، فقدت الوعي. شنو داروا لي فيني في العالم الله. اللحظه اللي وليت كنفيق انا كنلقى راسي مكتفه من رجليا ومن ايدي، وديري لي باندا لعيني، ما كنشوف حتى شي حاجه وعريانه مني الارض. حيت الاخر اللي دخل كيقول لي بقات نوبه السابع هو اللي قاصني. قلاش مكتفيني بحال شي حيوان حاشاك، غير الكلاب حدايا كتنبح وانا كنبكي في الارض وفي الدص، كيمارسوا عليا في الدص مني الدص. يعني هو ديك اللحظه ما بقاش هضر، يعني غير جه اتصال هاتفي كيهضر مع السيده اللي هي العشيقه ديالو، كيقول ليها كون شفتي حالتها ما تشفيك نعمه ما تذوقيهاش. يعني كيهضروا معايا اشخاص اخرين هما اللي كيهضروا معايا. ثم جابوني لاحوني في الطريق، ملي لاحوني في الطريق انا مني حيدوا لي الحبال، حيت ما بقيتش مكتفه جابوني حيدوا لي الحبال من رجلي ومن خلوا لي غير الباندا لعيني. مني لاحوني في الطريق هما لاحوني ركلوني بحال كنت طحت في الطريق، حيت الباندا انا والطوموبيل بدات كتجري كحله. هما مشاو انا بقيت غادا كنجري هكاك في الطريق. وصلت لواحد البلاصه حدانا صافي طحت تما، تجمعوا عليا الناس مشاو ديكلاراو عند الدرك الملكي بلي واحد السيده طايحه في الطريق فاقده الشعور ما كتهضرش. جا الاب ديالي لقاني انا اللي ديكلارا بيا، قال لي راه هي بنتي اللي كنديكلاري بها. جاو الدرك الملكي في البلاصه عيطوا لي لابيلونس، جابتني للسبيطار. والصباح عاد شافتني الطبيبه واكدت لي الطبيبه، وكان معايا جدارمي كتقول لي الاغتصاب كاين والجرح كاين. الطبيبه دار المصران وكتقول لي كاين الاغتصاب، ولا كانت كتسمعني راها كتشوف فيا الطبيبه. الله وفق كل شيء. قالوا لي الطبيبه كتاكد ديال المصران كتقول لهم الاغتصاب كاين والجرح كاين، ها هو جديد كاين. والدراكي كيقول لها لا تاكدي هادشي ما كاينش. هذا الملف هذا السيد هو اللي كان وقع ليه معاه المشكل، وعطاه السيد القاضي التحقيق صراح مؤقت. خدا الصراح مؤقت، من بعدها في السيمانه ديال الصراح مؤقت جات تهجم عليا من وحده الليل في حاله سكر، وهز هاز الجنوي وباغي يقتلني قدام العماره ديالنا مع وحده الليل، وانا كنبكي ووالدي ناس كبار ووليداتي صغار وتخلعنا في الدار، ودخلوا غير سيكيريتي ديال العماره، هما اللي دخلوا، هما اللي جراو عليه من باب العماره. وهادشي اللي كاين كنقول الجيران شهدوا، حتى واحد ما قدر يشهد، خافوا منه الجيران. الا وحده اللي جابت ليه الماء غسلت ليه وجهه راها كتعرفوا، وحدت ليه الجنويه خبتها ليه باش ما يشوفوهاش الناس، ولكن الناس كلها عارفه الحقيقه، شافوا الجنويه شافوا الشراب شافوا كلشي. هذه فاش جيت مع وحده اللي من وراء قاضي التحقيق، من عطاها قاضي التحقيق صراح مؤقت، من وراها جات تهجم عليا بالسيمانه هكاك مع وحده الليل في حاله سكر، وهاج الجنويه وكيهددني بالقتل، غير سيكيريتي اللي فكوني منه. الجمعيه انا جمعيه ضمنت معايا من نهار وقع لي المشكل ديال الاغتصاب، طالبت بالجمعيه وقفت معايا الجمعيه ديال النساء المعنفات السيده عائشه القلاع، والاساتذه المحامون الاستاذ زهراش والاستاذه نزهه خبيزه. الحمد لله دازوا معايا في المسطره ديالي وباقي معايا الحمد لله. بقى على القاضي التحقيق، حيت مني مشيت دزت بوحدي نهار 12/1 سيد القاضي التحقيق سول عليا، قلت لي راه معتقل. قال لي علاش معتقل؟ قلت لي راه تهجم عليا وعاودنا داروا هادير طوال الملف سيد القاضي التحقيق. قال لي تنشوفوا محكمه المحمديه شنو غدير معايا. المغاربه كلهم كنشكرهم كنقول لهم انا اختكم وتضامنوا معايا، وانا راه مظلومه بغيت غير حقي، بغيت غير الحق ديالي يبان، ما بغيت حتى شي حاجه. هاد السيد راه ظلمني وتعدى عليا وتكرفص عليا، راه هاد الشيء كاين. علاش انا غنكذب على هاد السيد وهو مكرفص عليا؟ الحمد لله القضاء نزيه ومحكمة المحمدية الحمد لله فيها ناس نزهاء، والسيد الجاني اللي أنا معاه دابا في المشكل عطاوه كنتفاجئ عطاوه 3 شهور و 12000 غرامة الحمد لله. المهم هذا الحكم بعدا نصفني واحد شوية، وكنتمنى اللي باغي أنا هو محكمة استئناف الكازا إن شاء الله على القاضي التحقيق. بغيت الحق ديالي، هذاك هو اللي أنا تكرفصت فيه وعانيت وبكيت، وباقا الآن حالتي مريضة والنفسية ديالي مريضة للاختطاف والاغتصاب. كنقول الاب ديالي الله يسمح لي منه، وخواتاتي تاهما الله يسمح لي منهم، كرفصتهم معايا وساندوني والله يسمح لي منهم. كنشكر الناس كاملين المغاربه خوتي اللي وقفوا معايا وساندوني. الحمد لله الناس الدفاع وقفوا معايا وساندوني تاهما الله يجازيهم بخير، وكنشكر الاستاذه عائشه القلاع حتى هي ساندتني وقفت معايا، وكنتمنى تبقى واقفه معايا لاخر الحد لمحكمه الاستئناف عطيت قاضي التحقيق ان شاء الله ناخذ الحق ديالي، حقي يبان. الاستئناف هو اللي باقي عطيت قاضي التحقيق. ده الاغتصاب والاحتزاز.
قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا جيم.